والله اليوم قدمت فيقن ظاهرة معناتها بيع بنزين مهرب في الأحياء السكنية وعلى طريقة على قارعة الطريق قدام أماكن زادة سيادية بعد مراكز متاع أمن. اليوم حبينا معناتها نعمل لفت نظر للسيد المسؤول الجهوي اللي هو يتمثل السيد الوالي والي ولاية القيروان اللي هو اليوم معناتها متكلف به السيد معتمد الأول. تقدمنا بمكتوب معناتها للسيد المعتمد الاول قصد معناتها لم الاطراف المتداخله كل في القطاع نتاعنا اللي تتكون من الامن، شرطه، حرس، حمايه مدنيه، ديوانه، بلديه، تجاره. اليوم هما الاطراف هذوما متداخله في القطاع نتاعنا. اليوم حبينا معناتها نلقاو حل جذري باش معناتها نقضيو على الظاهره هذه، بون نقولوا نحدوا على الاقل من الظاهره نتاع الانتصاب وبيع البنزين المهرب خاطر خلت بالقطاع نتاعنا ونقصت لنا في رقم المعاملات معناتها نتاع المحطات وخلات برشا محطات معناتها تسكر، وفما شكون توا يعاني في مشاكل كبيره هي مشاكل ماليه تثبت فيها معناتها النقاط هذيا كوني نقصت في الرقم نتاع المعاملات نتاعنا. وان شاء الله معناتها نحن بون طلبنا العديد من المرات رينا معناتها عدم التجاوب نتاع السلطه الجهويه. اذا كان معناتها السلطه الجهويه اليوم نتقدموا بها معناتها بصفه رسميه وكمثلوا معناتها قطاعنا احنا معناتها بتاع المحروقات وما تجاوبش معنا السلطه، دونك نقولوا السلطه متواطئه في الامور هذه، السلطه قاعده تعاون معناتها في العباد هذه باش تنتصب وباش تزيد تتكاثر، وعلى المرأة نتاعهم وعلى معناتها انا اليوم كي راه معناتها في اماكن معناتها تتحرك فيهم السلطه تمشي وتجي، والا معناتها الامنيين معناتها يستعملوا في الماده هذه معناتها يصبوا فيها في كراهبهم ولا في، ونتفاجئ نقول معناتها وين الدوله اليوم ضروري باش معناتها تدخل الدوله وتصد معناتها هل المنحرفين ولا هل القطاعات هذوما اللي مارسوا في القطاع الموازي معناتها المحروقات. توا ساعات المواطن معناتها يسترخص معناتها يقول لك معناتها السوم ورخيص معناتها الماده هذه يمشي يصب في كهربته يستعمل الماده هذه، بون هو ما يعرفش الكومبوزون اصلا نتاع المواد هذه تنجم تضر الكهرباء نتاعو. في وقت اخر يتعامل مع كيوسك يعاود يرجع للكيوسك اللي يصب عنده تصير له بان تصير له حاجه، اول حاجه مش يقول راني انا كليون ونصب كان ما هنا وراني ضريت من معناتها من البرودوي اللي خيته من عندكم انتوما. الظاهرة هذه ديما موجودة ومعناتها والحقيقة معناتها المواطن بون نحاولوا نفهموه يولي يفهم معناتها الأمور هذيا، خاطر هو براتيكمون كي يمشي للمحطات بيع النفط ويتزود بالمواد معناتها بالمحروقات يجارونتي كونه معناتها المحروقات هذيا هي كاليتي نتاعها جودة عالية وجودة كيما جابتها معناتها الدولة كيما استوردتها براتيكمون توصل للمواطن كيما هي بالضبط. وأي إشكالية تقع معناتها الحريف صب من عند محط بنزين حقه مضمون بحكم كونه ساعة الكيوسكات الكل اسوري بال معناتها بالتزويد معناتها خاصة عند معناتها تزويد الحرفاء بالمحروقات. وزيد على هذا معناتها بلاصة هو ديجا يعرف وين ولازم ياخذ عينة اصل من المواد اللي صبها معناتها في كرهبته.